يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه تبدا مع حضراتكم، والنهارده يعني مبدئيا يبدا الحلم، وفعليا كمان لان النهارده بدايه معسكر منتخبنا الوطني ان شاء الله، استعدادا لبدايه مشواره في تصفيات كاس العالم امريكا كندا المكسيك 2026. كل التوفيق لمنتخبنا في مباراته اللي جايه. انا شخصيا مش حابب نعتبرها ضد جيبوتي ولا اللي بعدها ضد سيراليون. انا اتمنى ان نكون من حيث التفكير والاهتمام والتركيز والاستعداد ان احنا رايحين نلعب غانا ونيجيريا مثلا او السنغال والجزائر. بخاف دايما يعني المشوار الوحيد اللي الواحد دايما بيحط ايده على قلبه فيه هو مشوار تصفيات كاس العالم، والله بصرف النظر عن اسم المنافس والمواقف كتير قوي. لكن في جميع الاحوال ما اعتقدش ان في فرصه على مدار تاريخنا في التصفيات كانت افضل ولا اسهل من الفرصة دي. نفكركم ونقول 9 منتخبات إفريقية هتتأهل مباشرة للبطولة، ومنتخب عاشر هيلعب الملحق. لكن في النهاية بشوف أنه الطبيعي والمنطقي طبعا أنه منتخب مصر يتأهل بشكل مباشر، وإن شاء الله يكون التوفيق حليفنا، وخصوصا أنه بالذات في تصفيات كأس العالم بتكون دايما القصة مع المنتخبات غير المصنفة. وإن كنت الحقيقة بشوف أنه النهاردة في حاجات كتير اتغيرت، وبص لقريب مش هاخدك لتاريخ بعيد، يعني ارجع كده لتصفيات امم افريقيا وشوف المطبات الصعبه اللي انت وقعت فيها، واللي نتمنى الحقيقه انها ما تتكررش قدام اي من المنتخبات اللي موجوده معانا في المجموعه. نتمنى التوفيق لمنتخبنا في انطلاقه المشوار اللي هتكون يوم الخميس ان شاء الله على استاد القاهره في مواجهه جيبوتي. والنهارده هنتكلم شويه عن المواجهه وهنتكلم على جيبوتي، لانه زي ما انتم عارفين في منتخبات الحقيقه كتير في افريقيا اتغيرت، مش بس منتخبات، حتى أندية، يعني حتى في مواجهة بعض الأندية المصرية بدون ذكر أسماء عشان الحساسيات، يعني شفنا فرق جاية من بعيد جدا ويمكن لأول مرة تكون بتسمع اسمها على مستوى قارة أفريقيا بتقدم عروض وبتحقق نتائج وبتكسب فرق مصرية، فكل شيء وارد. وأتمنى أن لوي فيتوريا يبقى بيتعامل مع الماتشين من هذا المنطلق. عن استعدادات منتخبنا وعن قراية بداية المشوار هتكون حلقة النهاردة. الأهلي راحة زي ما أنتم عارفين طبعا لمدة أسبوع، وبالتأكيد هنقول لكم آخر التطورات والمستجدات.